الزراعية مباشرة مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيزداد الطلب يوم بعد يوم على الغذاء، وده مش في مصر بس، لا ده على مستوى العالم. ده نتيجة للزيادة الطبيعية لعدد السكان من ناحية، ومن ناحية أخرى تنوع الاستهلاك. لكن عندنا هنا في مصر، نظرا لأن طبيعة المناخ في مصر وفي باقي الدول العربية أيضا هي غير ملائمة طوال العام للإنتاج ما يكفي من الخضروات والفواكه لسد حاجة السكان، وده في نفس الوقت هيحقق لي الأمن الغذائي. جه دور الزراعة المحمية، لأن الزراعة المحمية ليها أهمية خاصة جدا، لأن هي ممكن أن هي تقوم بنوع من سد النقص في بعض المحاصيل أو في الإنتاج الزراعي عموما، وأن هي تحقق لي الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدأت فعلا في تنفيذ خطة عاجلة لإنشاء 100,000 صوبة زراعية. إحنا عندنا نماذج ناجحة، وعندنا إدارة أو قطاع الزراعة المحمية التابعة لوزارة الزراعة بمركز البحوث الزراعية. الهدف من 100,000 صوبة إن أنا أزود الإنتاج، وإن أنا على مدار العام أقدر إن أنا أوفر الخضر والفاكهة، أزود من معدلات التصدير، وبالتالي ده هيحقق لي إنتاجية مرتفعة من محاصيل، وأتحكم في إنتاج هذه المحاصيل على مدار العام. 100,000 صوبة تحدد أماكنهم في غرب المنيا وفي غرب المنيا والمغرة وسيناء والمراجدة 1 والمراجدة 2 وحلايب وشلاتين. الخطة دي بتتضمن تنفيذ وإنشاء 100,000 صوبة زراعية بعد اختيار محددات المواقع الجغرافية لإنشاء المجتمعات الزراعية، بمعنى مصادر المياه، نوعيتها أيضا، تصميم الصوب ده شكله إيه، وضع التراكيب المحصولية له، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية أيضا، لأن ده في النهاية هو مشروع اقتصادي. وإزاي هسوق؟ لازم يكون عندي خطط تسويقية. في إنشاء 20,000 صوبة بمنطقة غرب المنيا، دول خلاص تعرفوا زراعة الطماطم والفلفل والخيار والكنتالوب والباذنجان والبصل الأخضر والكوسة، كرنب الأحمر، هي نفس المحاصيل المقرر زراعتها في 10,000 صوبة بمنطقة غرب المنيا. أيضا هيتم إنشاء 10,000 صوبة في منطقة المغرة لزراعة محاصيل الطماطم والخيار والباذنجان والكنتالوب والفلفل في منطقة سيناء، ودي مهمة جدا بالنسبة لنا، دايما بنتكلم على تنمية داخل سيناء. إن شاء الله إنشاء 20,000 صوبة لزراعة نفس المحاصيل تقريبا، اللي هي الطماطم والباذنجان والكنتالوب والفلفل والخس، ظهور القطف. تقرير وزارة الزراعة أكد على حاجة مهمة، إن منطقتين المراجدة 1 والمراجدة 2 دي بتتضمن إنشاء 30,000 صوبة زراعية لزراعة الطماطم والفلفل والفاصوليا والكنتالوب والخيار. هيبقى عندي 10,000 صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين لزراعة الطماطم والخيار والباذنجان والكنتالوب والفلفل والكوسة. يبقى احنا اتكلمنا عن 100,000 صوبة، التوزيع بتاعتهم، الأصناف اللي هتتزرع فيهم. عايزين نعرف بقى معلومات مهمة جدا عن الزراعة المحمية، هتوفر لي ايه؟ ايه العائد؟ ان انا ابتدي انشئ صوب واكلف واصرف، لازم يكون في عائد اقتصادي، وايضا اكتفاء ذاتي من محاصيل اقدر اصدر منها ولا لا. ايه هي مواصفات المنتج اللي الزراعة المحمية بتوفره لي؟ بمقارنة سريعة ما بين المنتج المنزرع داخل الاراضي المكشوفة او بالطريقة العادية، والمقارنة ما بينه وما بينه المنتج اللي خارج لي أو المنتج من خلال الزراعة المحمية، أيهما أفضل في مواصفاته وفي تقبله للمستهلك. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعة مباشرة.